طب قول لي يا مصطفى، يمكن يعني السنه دي كانت سنه صعبه عليك. انا كنت يعني حاضر معاك كل حاجه من المطب اللي حصل وسوء التفاهم اللي حصل مع المنظمه البي اس اي، وبعد كده قدرت ان انت تريكفر في واحد في سنك في السن ده مع المطب ده والازمه دي. ما كانش كان ممكن يعني يتاخروا كتير، ولكن انت عديت بقى على المطب ده وكملت ودست. اصعب مرحله كانت السنه دي كانت انهي مرحله يا مصطفى؟ لا، الموضوع كان صعب جدا. فكره ان انا ما العبش شهرين دي، و عندي سوء تفاهم مع الاتحاد الدولي، وحاجات حصلت كتير قوي السيزون ده. من يعني الحمد لله الواحد لما يجي يبص، كلنا لما نيجي نبص اللي هو في الاخر ان هو اتحقق ده اللي حصل ده تعويض كبير جدا عند ربنا. طبعا. يمكن يعني يكون في ظلم شويه حصل في الفتره اللي هي الشهرين دول اللي حصلت او حاجه، بس ربنا بيعوض في الاخر. يعني سبحان الله اخر بطولتين في السيزون، يعني يمكن بطوله العالم ما توفقتش فيها، خسرت من ساعتها مع علي فرج في السيمي فاينل 3-2 11-9، بس زعلنا جدا على الماتش ده. يعني زعلنا جامد قوي ساعتها، وكلنا قلنا ان شاء الله، يعني عملنا تارجت كده ان شاء الله البطولتين اللي جايين دول ان شاء الله تحققهم. والحمد لله بطولتين، يعني لو ابص يعني ارجع بالزمن ورا شويه اللي هو في بطوله العالم، لا عمري ما ابص ان انا هكسب بطولتين دول، فالحمد لله. يعني الحمد لله ربنا عوضك، واكيد ده كرم ربنا. ويمكن نفس الكلام لكابتن محمود، انت يعني اكيد اي يعني لاعب بيبقى عنده صعوبات، يعني بيبقى في السيزون كله بيبقى مش ماشي كيرف واحد، بيبقى اب اند داون. ويمكن مصطفى يعني السنه دي كان في امور صعبه، منها الاصابه تعرض فيها في امريكا، رجع من الاصابه، سوء التفاهم اللي حصل ده. يعني شايف السنه دي كانت سنه صعبه على مصطفى، ولا شايف انه لسه الصعب ما جاش؟ بص، هو السنه دي كانت صعبه جدا. يعني اللي حصل له في الاصابه في امريكا، وبعدين كان عنده بطوله بعد الاصابه على طول بعديها باسبوع، ما كناش عارفين احنا نلعب ولا لا، وكان لوحده هناك كمان، وكان لوحده ومش عارفين. يعني انا بكلمه ببعت له بقول له انت ايه الاخبار، لا مش قادر اجرب، مش قادر امسك المضرب، طب خلاص ارجع عشان نشوف احنا نعمل ايه. وبعدين في دكتور هناك ساعده وشافها وابتدى يعملوا حاجات كده عشان خاطر يقدر يلعب في البطوله اللي بعديها، والحمد لله برضو عمل يعني كسب البطوله. صحيح. كان حاجه كانت صعبه جدا. والوقف اللي حصل عطلنا شويه، بس الحمد لله احنا رجعنا ورجعنا اقوى من الاول، وما خسرناش غير يمكن في الشهرين دول غير بطوله واحده ما اشتركناش فيها. انا افتكر بالظبط بطوله واحده لا كانت ما لا في لا كانت في بطولتين بطولتين احنا ما لعبناهمش. كانت بطوله في امريكا وبطوله ثانيه في انجلترا. مع كل ده ونوصل تالت عالم الحقيقه، ويعني جايين من 16، ابتدينا في المركز ال 16 بعد كده نوصل التالت، الحقيقه ده انجاز كبير جدا.